لما بنحكي عن اوتوا وجاتينو دائما هي احنا في اوتوا هلا غاد جاتينو، وهذا النهر، هذا النهر اللي هو نهر اوتوا، هذا الجسر المشهور، احد الجسور الموجوده بين المدينتين. عشان هيك انت ما بتشعر حالك انك في مدينه ثانيه، وعشان هيك احنا البلوج تبعنا راح يكون عن اوتوا وجاتينو. طبعا اوتوا وجاتينو من مدينتين توأم، انا بشعرهم انهم مولودين مع بعض وعايشين مع بعض واهلهم عايشين مع بعض، مع انه في اختلاف بسيط. مدينه جاتينو تابعه لمقاطعه كيبيك، بتحدثوا اللغه الفرنسيه اللغه الرسميه. مدينه اوتوا اللي احنا فيها هون تابعه لمقاطعه انتاريو، بتحدثوا اللغه الانجليزيه، مع انه مدينه اوتوا بايلينجوال، فرنسي انجليزي، لانها العاصمه الفدراليه. عدد السكان هون 1,000,000 نسمة، وغاد حوالي 300,000 نسمة. بشكلوا مع بعض شغلة اسمها The Capital National Capital Region أو أوتوي باللغة الفرنسية. بوصلهم عدة جسور زي ما أنتم شايفين، وبقطع بينهم نهر أوتوا. في مدينة جاتينو في شغلات كتير جميلة، منها جاتينو بارك وأوميجا بارك، وقريبة من جاتينو وبارك لابوشان، وجنبها تشيلسي وويكفيلد. حنوديكم كل هاي الأماكن إن شاء الله، وحنورجيكم إياها عشان تزوروها. إنه ما في مواصلات سهلة، يعني هم شركتين مواصلات، فبدك تنقل من باص لباص عشان تنقل لمدينة ثانية. عم بيحاولوا الآن يسووا ترام بين المدينتين، لكن مشروع قد يكون يطول. عدد في حوالي 6 جسور او 7 جسور بين المدينتين. طبعا بصير ازمه كثير دائما عليهم، خاصه في اوقات العمل ذهاب والعوده، لانه زي ما حكينا انه في ناس كثير ساكنين في اوت جاتينو بيشتغلوا في اوتوا، وساكنين في اوتوا بيشتغلوا في جاتينو. طبعا المباني اللي خلفي اللي هون بيسموا مباني البورتاج، وهذه مباني حكوميه للحكومه الفيدرالية، وتعتبر أكبر عدد موظفين حكوميين في العالم بعد البنتاغون. طبعاً أوتوا وجاتينو بعاد مش كتير عن أهم مدينتين قريبين منهم. نحكي عن مونتريال اللي من هذا الجانب، بعيدة فقط ساعتين. كينغستون اللي في الجنوب بعيدة بس ساعتين. تورونو حوالي 4-5 ساعات، وإذا بدك تروح على نياجرا فولز كمان ساعتين زمان، يعني بدك 7 ساعات عشان توصل نياجرا فولز. مدينة جدا رائعة. كيبيك سيتي 5 ساعات سواقة، عم بحكي كله درايفنج. تنفرد أوتوا بين مدن العالم الغربي بانخفاض معدل الجريمة فيها والتعايش السلمي بين مكوناتها الإثنية المتعددة. ما في تهيج عنصري ضد المهاجرين بشكل عام، وانت داخل في احد شوارعها دائما بتشعر انك قاعد في مهرجان عالمي تنخلط فيه الجاليات والثقافات، سواء بالتجارة او بالفستيفالات اللي موجودة، وبكون فيها انسجام رائع جدا جدا. طبعا هون بنورجيكم زومينج لمدينة اوتوا زي ما انتم شايفين، وفي شمالها مدينة جاتينو. عجبتكم القناة؟ بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.